السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في إحدى محاضرات اللغة الفرنسية. إن شاء الله النهاردة هنكمل جزئية كنا أخدناها قبل كده. كنا أخدنا في بعض المحاضرات اللي فاتت، كنا أخدنا ليز أدجكتيف بوسيسيف اللي هي صفات الملكية، ولكن كنا شرحنا أجزاء منها ولكن ما شرحناهاش بشكل مستفيض بجميع حالاتها، وخصوصا الحالات اللي فيها اكسبسيون، اللي فيها استثناءات، فيها لما بيبقى فيه حرف فويال او لما بتكون فيها المملوك جزء من جسم الانسان او الى ذلك. فالنهارده هنحاول نشرحها كامله بشكل مستفيض، بشكل فيه تفهموها كامله، بحيث ان انتوا تهضموها كويس وتقدروا تستخدموها في استخداماتكم بعد كده. ليز ادجكتيف بوسيسيف اللي هي صفات الملكيه بتتبع وفقا للمملوك، والمملوك اللي هو السوجي، سواء اللي هو بمعنى انا او انت او انتي او هو او هي او نحن او انتم او انتن او هؤلاء، تمام؟ كده يعني لما يبقى المملوك انا وعايز اعبر عن شيء يملكه شخص اللي هو المتكلم اللي هو انا، اوكي. وكلمه لما اقول جي معناها اقصد بها الشخص المتحدث اللي هو انا، فاقول مو او ما او مي. بشكل اوضح يا شباب، لما اجي اقول مثلا عايز اقول كتابي فاقول مون ليفر، طب عايز اقول كتابك انت تبقى تون ليفر، طب عايز اقول كتابه او كتابها اوكي يبقى سون ليفر. طيب يبقى صفات الملكيه اذكركم بيها كده، مع ج بتبقى مون ما مي. مون للمسكولان، مون هنا للمسكولان، وما للفيمينا، ومي للبلوريال. بالنسبه للتي برضو هتبقى تون تا تي. طب والإل والآل؟ صن سا سي. طب هل هي المذكر والمؤنث أو الجمع بختار على أساس إيه؟ على أساس الاسم اللي هتدخل عليه صفات الملكية. يعني لما أقول كتابي، كلمة كتاب عندي مذكرة في اللغة الفرنسية فأقول مون، ده لو أنا عايز أقول كتابي. طب لو عايز أقول كتابك تون، طب لو عايز أقول كتابك كتابها أو كتابه لشخص شخص مذكر أو مؤنث غائب، ولد او بنت غائب يعني، يبقى سون ليفر. طب لو عايز اقول مامتي او امي، مامير، طب مامتك او مامتك، تامير، طب مامت ولد او بنت او راجل او ست غائب مش موجود معانا، تمام، بصفة الغائب اقول ايه؟ سا مير. بالنسبة للجمع، اي اسم مذكر او مؤنث بيتحط في الجمع باخد قدامه صفة الملكية للجمع. بالنسبة للنو والفو والإلابيكاس لما يكون المتحدث نحن، يعني احنا بنتكلم، فتبقى نوتر. ونوتر هنا وفوتر ولير للمذكر والمؤنث واحد، ما فيهاش اختلاف، يعني قصة مذكر أو مؤنث مع الج والتي والإل فقط. أما مع النو والفو والإلابيكاس أو الألابيكاس طبعا ما فيش الكلام ده، أوكي. للجمع بقى نوتر نو فوتر فو لير لير افيك اس كده زي ما انتم شايفين، اوكي. تعالى كده نقرا مع بعض الدرس بتاعنا نشوفه بيقول ايه. بيقول لك الايزاج او الايزاج اللي هو الاستخدام. لادجكتيف بوسيسيف وسي ابلي ديترميني بوسيسيف. طبعا احنا قلنا ان صفه الملكيه تعتبر من ضمن محددات الاسماء. تاني بقول يا أساتذة إن صفات الملكية تعتبر من ضمن محددات الأسماء. محددات الأسماء يعني من ضمن الحاجات اللي بتدخل على الأسماء فقط، تمام. فهي محدد لأن هي زي الأدوات المعرفة وأدوات النكرة وأدوات التجزئة وأدوات الإدغام وصفات الإشارة. كل الحاجات دي بتدخل على الأسماء. فلما أقول لأجكتيف بوسيسيف وسي أبلي ديترمينون دي نو، يعني هي تعتبر ضمن محددات الاسماء. ايتيليزي بور ديزيني ان بوسيسور، بتستخدم لتحديد المالك بروبريتير. لادجكتيف بوسيسيف ساكورد افيك لي نو ماسكولان في مينام بلوريال، يعني صفه الملكيه بتتفق مع الاسم مذكر او مؤنث او جمع. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تقول فواسي ما مير، ما هنا اخذت ما لي وما اخذتش مو او مي لان مير مؤنث. مون بير خدت مون لي، ما خدتش ما ولا خدت مي لان بير مذكر، اوكي. ما سير كذلك، مون فرير، فوز انفون. ليه هنا اخدت فوز انفون؟ لان انا عايز اتكلم للشخص المخاطب للجمع، اوكي. فاقول لي انفون هنا جمع فاقول فو.
اوكي. هنا بيقول لي اتونسيون، طبعا يا شباب في حالة لما يكون الاسم المملوك بادئ بحرف متحرك آ أو 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 إي أو 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 إي أو أش موات، الموضوع بيتغير. بيتغير في إيه بقى؟ إن أنا فيها بستخدم المون مكان ما، هنا بستخدم إيه يا أساتذة؟ المون مكان الما، والطون مكان الطا، والصون مكان الصا. يعني إيه؟ يعني بص معايا هنا ببساطة كده وركز قوي. أمي هنا الكلمة دي مذكرة ولا مؤنثة؟ مؤنثة. ليه؟ لأن آخرها أو معناها صديقة. أوكي؟ لو ما كانش آخرها أو كانت تبقى صديق. فلما تبقى صديقة أستخدم معاها لو عايز أقول صديقتي أقول إيه؟ أقول ما. طب ولو عايز أقول صديقتك؟ طا. طب لو عايز أقول صديقة شخص غائب؟ صا. هنا لا، الكلام ده ما يمشيش. لما يكون المؤنث، الاسم المؤنث ده مبدوء بحرف متحرك بستخدم مون مكان ما، وتون مكان طا، وصون مكان صا. ليه؟ لعدم التقاء متحركين، لان هي هنا بدأ متحرك. فاقول مون امي يا دكتور، ده دي للمذكر. اه يا حبيبي، بس هنا استثناء والقاعده بتقول كده. اوكي، نيجي لحاجه بعدها، وطبعا ده اكزرسيس، ولكن احنا مع بعض هنحاول نشرحها تاني بطريقه مختلفه زي ما احنا متعودين، عشان برضو اكون بنوع في الشرح. خليكم معايا. سنتعرف فيه على ما هي صفات الملكية لزادجيكتيف بوسيسيف. كثيرا ما نسمع هذه الكلمة لزادجيكتيف بوسيسيف ولا نعلم ما هي صفات الملكية. سنتعرف فيه على قواعد الخاصة بزادجيكتيف بوسيسيف. هذا الدرس هو نوعا ما معقد، فيه بعض التعقيد، لكن سأحاول قدر الإمكان تبسيطه، لأن الزادجكتيف بوسيسيف في اللغة الفرنسية هي بعدد 15 صفة للملكية. كل صفة لها قاعدتها الخاصة ولها استخدامها الخاص، لذلك سنحاول قدر الإمكان تبسيط هذا الدرس حتى يفهمه الجميع. المطلوب منكم فقط هو بعض الانتباه والتركيز. إذا لنبدأ مع الزادجكتيف بوسيسيف، صفة الملكية. الزادجكتيف بوسيسيف، سنتعرف أولا على استخدام صفة الملكية. L'emploi de l'adjectif possessif. Ma wa istikhdam sifat al-milkiya fi al-lugha al-faransiya. Il sert à indiquer l'appartenance. Yatim istikhdam sifat al-milkiya li ishara ila alaqat al-intima', l'appartenance, al-intima', ou la relation entre deux personnes, ou al-alaqa ma bayna shakhsayn. Alaqa ma bayna shakhsayn, imma alaqat ukhuwa ou ubuwa ou shay' min hadha al-qabil. Ou entre une personne et une chose. Ou alaqa ma bayna shakhs wa shay. Alaqa ma bayna shakhs wa shay. Nwatiikum amthila li fahm. Mithal awal, c'est son frère. Hadha akhuhu. C'est son frère. Hadha akhuhu. Huna sifat al-milkiya son. Sukhdimat لتوضيح العلاقة ما بين هذا الشخص الواقف أمامنا والشخص الغائب. عندما أقول هذا أخوه، فإنني أوضح العلاقة ما بين هذا الشخص والشخص الغائب. إذن هنا علاقة أخوة. صن هي صفة ملكية استخدمت هنا لتبيين أو للإشارة إلى علاقة ما بين شخصين. هذه العلاقة هي علاقة أخوة. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، سي تا فواتور. هذه سيارتك. صفة الملكية تا، لادجيكتيف بوسيسيف تا، استخدمت هنا للإشارة إلى أن السيارة أنت مالكها، أو بطريقة أخرى أن السيارة تنتمي إليك. إذن العلاقة ما بينك أنت والسيارة هي علاقة ملكية. أنت تملك السيارة، أنت المالك، والسيارة هي المملوكة. وصفة الملكية المستخدمة هي تا، سي تا فواتور، هذه سيارتك. إذن كتلخيص لاستخدام صفة الملكية في اللغة الفرنسية، فإن صفة الملكية في اللغة الفرنسية تستخدم لتبيين العلاقة ما بين شخصين، مثلما رأينا في المثال الأول. العلاقة هنا هي علاقة أخوة،
سي سون فخير، هذا أخوه، هذا الشخص الذي ماتين والأمابلة هو أخو ذلك الغائب، هذا أخوه، أو علاقة ما بين شخص وشيء، كما رأينا في المثال التالي سي تا فواتور، هذه سيارتك. ننتقل الآن إلى ناحية الشكل، لا فورم. L'adjectif possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom devant lequel il est placé. أي أن صفة الملكية تتوافق مع الاسم حسب النوع وحسب العدد. عندما نقول النوع فإننا نقصد المذكر والمؤنث، وحسب العدد أي المفرد والجمع. Il change de forme selon le possesseur. ويتغير أو تتغير صفة الملكية كذلك حسب المالك. إذن من ناحية الشكل فإن صفة الملكية تتغير حسب النوع والعدد بالنسبة للإسم، وبالنسبة كذلك للمالك بالنسبة للشيء المملوك، وكذلك بالنسبة للمالك. إذن كتعريف عام فإن صفة الملكية الأدجكتيف بوسيسيف تستخدم للإسم. علاقة الارتباط أو علاقة الانتماء ما بين شخصين، وكذلك ما بين الشخص وشيء. عندما أقول هذه سيارتك فأنا أبين من خلال صفة الملكية الأدجكتيف بوسيسيف تا أن هذه السيارة تنتمي إليك أو أنت مالكها. ومن ناحية الشكل فإن صفة الملكية تتغير وتتوافق حسب النوع وحسب العدد مع الشيء المملوك والشيء أو الشخص المالك. ننتقل الآن إلى التعرف على صفات الملكية في اللغة الفرنسية. Les adjectifs possessifs dans la langue française. قلنا بأن صفات الملكية في اللغة الفرنسية عددها 15. هذه الصفات تتغير حسب النوع والعدد بالنسبة للشيء المملوك وبالنسبة كذلك للشخص المالك. قلنا تتنوع حسب النوع والعدد، أي أنها تتغير حسب المذكر والمؤنث وكذلك حسب المفرد والجمع. في هذا الجدول سنوضح استخدامات صفة الملكية في اللغة الفرنسية. لدينا في هذا العمود le possesseur أو المالك، le possesseur المالك في المفرد au singulier. هذا المالك إما قد يكون أنا je، ضمير المتكلم je أنا، أو يكون ضمير المخاطب أنت tu، أو يكون ضمير الغائب il أو elle هو أو هي. إذا لدينا المالك في المفرد، سنتكلم في هذا الجزء أولا عن المالك في المفرد، أي أن الشخص المالك الذي يملك ذلك الشيء هو مفرد، قد يكون إما أنا أو أنت أو هي أو هو. هذه هي ضمائر مفرد في اللغة الفرنسية. بالنسبة للشيء المملوك، عندما يكون الشيء المملوك مفردا ومذكرا، عندما يكون الشيء المملوك مفرد ومذكر فإننا نستعمل صفة الملك أو صفة الملكية مون. وإليكم مثال، أقول جي أن دوفوار، جي أن دوفوار، لدي واجب، لدي واجب. سي مون دوفوار، سي مون دوفوار، هذا واجبي. الشخص المالك، الشخص المالك هو انا، جو، جي ان دوفوار هو انا. الشيء المملوك هو دوفوار، الشيء المملوك هو دوفوار. دوفوار اسم مذكر وهو مفرد، اسم مذكر مفرد. اذا صفة الملكية المستعملة هي مو. ننتقل الآن إلى الشيء المملوك في المفرد سانجولي ومؤنث فيمينا. عندما يكون الشيء المملوك مفرد ومؤنث، نحن هنا دائما نتحدث عن المالك في المفرد، والمالك هنا يتكلم هو بصيغة المتكلم جو، بضمير المتكلم جو. فإن صفة الملكية المستعملة هي ما. ما أعطيكم مثال، جي اون فواتور،
J'ai une voiture. لدي سيارة. لدي سيارة. C'est ma voiture. C'est ma voiture. هذه سيارتي. المالك هنا هو أنا. Je. ضمير المتكلم je. الشيء المملوك هو voiture. واسم مؤنث مفرد. Voiture واسم مؤنث مفرد. إذن صفة الملكية المستعملة هي ما. ما. ننتقل الآن عندما يكون الشيء المملوك جمع، وهذا جمع إما لمذكر أو جمع لمؤنث أو جمع لمذكر أو مؤنث في نفس الوقت. في الجمع لا نفرق بين الذكر والأنثى. عندما يكون الشيء المملوك في الجمع ويكون المالك في المفرد وبضمير المتكلم ج، فإن صفة الملكية المستعملة هي مي. مي. أعطيكم مثال. J'ai des voitures. J'ai des voitures. لدي سيارات. في جمع سيارات في جمع. Ce sont mes voitures. Ce sont mes voitures. هذه سياراتي. سياراتي في جمع. Voiture هنا هي جمع. جمع لمؤنث. وقلنا بأن عند الجمع لا نفرق بين مؤنث ومذكر. تطبق عليه نفس القاعدة. يعني نستعمل صفة الملكية مي عندما يكون لدينا الشيء المملوك في الجمع، ويكون هذا الجمع سواء لمذكر أو لمؤنث أو لمذكر ومؤنث في نفس الوقت، ويكون المالك في ضمير المتكلم جو أنا، فإن صفة الملكية المستعملة هي مي بكل بساطة. ننتقل الآن إلى المالك في صيغة المخاطب أنت تي، والمالك دائما هنا في المفرد سينجولي. عندما يكون المالك في المفرد تي ويكون الشيء المملوك في المفرد ومذكر، يكون الشيء المملوك مفردا ومذكرا سينجولي اي ماسكولين، فإن صفة الملكية المستعملة هي طون. طون. إليكم مثال. تي ان دووار. تي ان دووار. لديك واجب. C'est ton devoir. C'est ton devoir. هذا واجبك. هذا واجبك. إذن devoir هو اسم مفرد ومذكر. إذن وكذلك المالك هو في المفرد وفي صيغة المخاطب تي، فإن صفة الملكية المستعملة هي ton. هذا واجبك. C'est ton devoir. وعندما يكون الشيء المملوك مؤنثا وفي المفرد، يكون الشيء المملوك مؤنثا ومفرد، ويكون المالك في المفرد ويكون بصيغة المخاطب أنت. Tu. أنت. أقول في هذا المثال. Tu as une voiture. Tu as une voiture. لديك سيارة. C'est ta voiture. C'est ta voiture. هذه سيارتك. هذه سيارتك. إذن صفة الملكية المستعملة هي ط. ط. عندما يكون الشيء المملوك مفرد ومذكر، وط. عندما يكون الشيء المملوك مفرد ومؤنث. ننتقل عندما يكون الشيء المملوك في الجمع، وهذا الجمع إما يكون مذكر أو مؤنث. لا يهم. أقول لكم دائما في الجمع لا يهم إن كان الجمع مذكرا أو مؤنثا، لأن نفس الصيغة تطبق. إليكم هذا المثال. عندما يكون الشيء المملوك في الجمع والمالك في المفرد، وهذا المفرد هو بصيغة المخاطب tu، أقول في هذا المثال tu as des devoirs. Tu as des devoirs. لديك واجبات. Ce sont tes devoirs. Ce sont tes devoirs. هذه واجباتك. صفة الملكية المستعملة هي تي. تي. أظن أن المسألة واضحة. هي بغي فقط بعض التركيز. ننتقل الآن عندما يكون المالك في المفرد وفي صيغة أو في ضمير الغائب هو أو هي. ضمير الغائب هو أو هي. فإن ويكون كذلك الشيء المملوك في المفرد ومذكر. الشيء المملوك مفردا ومذكرا، فإن
صفه الملكيه المستعمله هي الصم، عندما بيكون شيء مملوك مفرد ومذكر فان صفه الملكيه المستعمله هي الصم. اقول في هذا المثال الى ان دووار، الى ان دووار، سي سون دووار، سي سون دووار، لديه واجب، لديه واجب، الى ان دووار، سي سون دووار، انه واجبه، انه واجبه. دووار هنا اسم مفرد مذكر، اسم مفرد مذكر. إذن صفة الملكية المستعملة هي الصم. لكن عندما يكون الشيء المملوك مؤنث، الشيء المملوك مؤنث، ونتحدث عن شخص مالك في بضمير الغائب هو أو هي، فإن صفة الملكية المستعملة هي ص. ص كما في هذا المثال. إلى une voiture، إلى une voiture، لديه سيارة. C'est sa voiture، c'est sa voiture، هذه سيارته، هذه سيارته، لأن voiture اسم مفرد مؤنث وهو الشيء المملوك، إذن صفة الملكية المستعملة هي سا. إذا كان الشيء المملوك في الجمع، الشيء المملوك في الجمع، والمالك هو في ضمير الغائب هو أو هي، فإن صفة الملكية المستعملة هي سي، كما في هذا المثال. إلى دي فواتور، لديه سيارات. سو سون سي فواتور، إنها سياراته. فواتور اسم في الجمع، لا يهم أن يكون مذكر أو مؤنث، هو فواتور هو اسم مؤنث، ولكن هنا في الجمع لا نعير اهتماما إلى التذكير والتأنيث. سو سون سي فواتور. إذن رأينا في هذا الجدول عندما يكون المالك في المفرد ويكون كذلك الشيء المملوك إما مفردا أو في جمع. إن كان في المفرد فإننا ننتبه إلى تذكير والتأنيث بالنسبة للاسم المفرد، إما إن كان في الجمع فلا مشكل. لكن هناك ملاحظة، هذه الملاحظة أساسية بالنسبة لصفات الملكية للأدجكتيف بوسيسيف ما وطا وصا. هناك ملاحظة، استمعوا جيدا لهذه الملاحظة. devant un nom féminin singulier، أمام اسم مؤنث مفرد، أمام اسم مؤنث مفرد، أمام اسم مؤنث مفرد، نحن نستعمل إما ما عندما يكون ضمير المتكلم جو، ونستعمل طا عندما يكون ضمير المخاطب تي، ونستعمل صا عندما يكون ضمير الغائب أو آل. فإننا نستعمل صفات الملكية ما طاسة، هذا شيء واضح لقد رأينا. لكن عندما يقابلنا اسم مؤنث مفرد devant un nom féminin singulier qui commence par une voyelle، يبدأ بحرف متحرك، qui commence par une voyelle، يبدأ بحرف متحرك. نحن نعرف الحروف المتحركة في الفرنسية هي بمثابة حروف العلة، هي بعدد 6 حروف. أو بغناش مي، أو بحرف أش صامت. عندما يقابلنا اسم مؤنث مفرد يبدأ بحرف متحرك أو بحرف أش صامت، ماذا نفعل؟ On utilise l'adjectif possessif masculin، نستعمل صفة الملكية للمذكر. صفة الملكية للمذكر هي mon و ton و son. أعطيكم مثال للفهم. عندما تقابلنا مثلا إيكول، كلمة إيكول، إيكول هي كلمة مؤنثة وفي المفرد، كلمة مؤنثة في المفرد. الضروري أو اللازم أو الذي يتعين علينا فعله هو أن نضع صفة الملكية ما. مثلا عندما أكون أتكلم عن نفسي، ضمير المتكلم جو، فإنه من الواضح أن أضع صفة الملكية ما، لاجيكتيف بوسيسيف ما. لكن إيكول تبدأ بحرف متحرك، هذا الحرف المتحرك هو أ، إذن أضطر إلى حذف ما وأن أعوضها بصفة الملكية للمذكر وهي مو. أظن أن القاعدة واضحة.
عندما يقابلني اسم مؤنث مفرد، هذا الاسم المؤنث مفرد مبدوء بحرف متحرك أو بحرف أش صامت، فإنني أضطر لتغيير صفة الملكية للمؤنث بصفة الملكية للمذكر. أعطيكم مثال آخر، مثلا عندما تقابل مثلا أمي، أمي بحرف أ يعني صديقة، صديقة، لا أقول طأمي صديقتك، لا أقول طأمي، بل أقول طونامي أحدث، وأقول طونامي، هذه هي نحويا صحيحة طونامي. مثال آخر لحرف أش، لا أقول سا إستوار قصته، سا إستوار، لا أقول سا إستوار، بل أقول سون إستوار أحدث، سا وأقول سون إستوار. إذن هذه الملاحظة هي ملاحظة مهمة، عندما يقابلني اسم مؤنث مفرد وهذا الاسم المؤنث المفرد مبدوء بحرف متحرك أو بحرف أش صامت، فإنني أستعمل صفة الملكية للمذكر، وصفة الملكية للمذكر هي مون وطون وصون. ننتقل الآن إلى جدول آخر، هذا جدول نوضح فيه المالكين للبوسيسور في الجمع، عندما يكون المالك في الجمع يكون عندنا عدة مالكين، والشيء المملوك بطبيعة الحال إما يكون مفرد أو في جمع، مفرد أو في جمع، لا نعير اهتمام هل هو مذكر أو مؤنث، بل يكون الشيء المملوك إما مفردا سواء كان ذكرا أو أنثى أو في جمع. المالكين في الجمع لدينا ثلاث أنواع من المالكين، إما نحن نو ضمير المتكلمين نو نحن، أو يكون ضمير المخاطبين أنتم فو، أو يكون ضمير الغائبين إما هم أو هن إل أو آل، يعني ضمير الغائبين هم أو هن. عندما يكون المالكين هم نحن نو ضمير المتكلمين نو، ويكون الشيء المملوك مفردا سانجولي، فإن صفة الملكية المستعملة هي نوتخ. نوتخ لكم مثال، Nous avons un devoir. لدينا واجب. Nous avons un devoir. C'est notre devoir. هذا واجبنا. C'est notre devoir. إذن صفة الملكية المستعملة هي notre. عندما يكون الشيء المملوك في الجمع، الشيء المملوك في الجمع، وكذلك المالكين في الجمع وهم نحن، وهم ضمير المتكلمين نحن، فإننا نقول أو نستعمل صفة الملكية نو. نو أقول في هذا المثال nous avons des devoirs. Nous avons des devoirs. لدينا واجبات، لدينا واجبات. Ce sont nos devoirs. Ce sont nos devoirs. هذه واجباتنا، واجباتنا. devoir هو اسم في الجمع، اسم في الجمع، والمالكين نحن في الجمع، إذن صفة الملكية المستعملة هي نو. ننتقل الآن إلى المالكين في الجمع وهم في صيغة ضمير المخاطبين أنتم، عندما يكون ضمير المخاطبين أنتم فو، والشيء المملوك في المفرد، فإن صفة الملكية المستعملة هي فوتخ. فوتخ. أقول في هذا المثال vous avez une maison. Vous avez une maison. لديكم منزل. C'est votre maison. C'est votre maison. هذا منزلكم. Maison هو في المفرد. أقول لكم مرة أخرى أن عندما يكون المالكين في الجمع لا نعير اهتماما إن كان الشيء مملوك مذكرا أو مؤنثا، لا يحدث فرقا. المهم أن نعير اهتماما هل الشيء المملوك هو في المفرد أو في الجمع. بالنسبة لهذا المثال إن كان الشيء المملوك هو في المفرد استعمل فوتخ. فوتخ بالنسبة لضمير المخاطبين أنتم. إن كان الشيء المملوك في الجمع، الشيء المملوك في الجمع والمالكين هم أنتم، فإن صفة الملكية المستعملة هي فو. فو. Vous avez des voitures. Vous avez des voitures. سيارات. Ce sont vos voitures. Ce sont vos voitures.
صفات او في صيغه ضمير الغائب. ضمير الغائب في جمع اما يكون هم او هن، هم او هن. فان الشيء المملوك او والشيء المملوك في المفرد، فان صفه الملكيه المستعمله هي لوغ. لوغ في هذا المثال ايزون اون ميزون، ايزون اون ميزون، لديهم منزل. سي لوغ ميزون، سي لوغ ميزون، هذا منزلهم. لوغ هو او هي الصفه، صفات الملكيه المستعمله بالنسبه لهذه الحاله. لكن عندما يكون الشيء المملوك في الجمع والمالكين، لي بوسيسور، المالكين في الجمع وهم في صيغه الغائب، ضمير الغائب هم او هن، فان صفه الملكيه المستعمله هي لوغ مع حرف اس. لوغ مع حرف اس. نقول في هذا المثال ايزون دي ليفغ، ايزون دي ليفغ، ce sont leurs livres، ce sont leurs livres، لديهم كتب، لديهم كتب، انها كتبهم، انها كتبهم. ستجدون فيديو اخر تابع لهذا الفيديو فيه تمرين، ان اكزرسيس، تمرين تطبيقي سنحاول فيه معا تطبيق صفات الملكية التي رأينا تطبيقها في بعض الجمل. إلى هنا أصدقائي وصديقاتي، حتى هذا الدرس، الدرس الثالث والعشرون سلسلة. عندما نقول حرف ساكن نقصد بها لقف على كل ما يخص الليزون في هذه الحلقة إن شاء الله. إذن نبدأ على بركة الله. أولا، ما معنى الليزون؟ ماذا نقصد بالليزون؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، عيد مبارك سعيد. إذن قلنا ما معنى لاليزون؟ لاليزون هي ربط آخر حرف ساكن، يعني لكونسون. عندما نقول حرف ساكن نقصد بها لكونسون، في العادة يكون غير منطوق، لا ننطقه، بأول حرف متحرك الذي هو ويل أو أش ميي. إذن عندما نقول أش ميي، إذا أردنا أن يعني نترجمها بالعربية سوف نقول أش صامت، ولكن في الفرنسية أش كلها تكون صامتة، يعني الحرف أش أصلا لا ينطق. لكن نفرق بين أش ميي وأش أسبيغي بالنسبة للقواعد فقط، بالنسبة للقواعد. لمن يريد أن يعرف الفرق بين أش ميي وأش أسبيغي، هناك درس مشروح في القناة فرونسي افيك لوبنا بالتفصيل يبين الفرق بين الاثنين. اذا قلنا ان لاليزون هي ربط الحرف الساكن، يعني لاكونسون، في الكلمة يكون غير منطوق باول حرف متحرك فويل او اش ميي للكلمة الموالية. مثال، لاحظوا معي هنا هذه الامثلة. مثال بوتي انفون، اذا بوتي ينتهي بالتي لكنه لا ينطق، أنفون يبدأ بفويل كما ترون هنا، يبدأ بفويل. إذا عندما أريد أن أقوم بلاليزون سوف أقول petit enfant، petit enfant، يعني أن الحرف الذي لم يكن ينطق الآن أصبح منطوقا، petit enfant، petit enfant. نفس الشيء هنا، لاحظوا في الكلمة الثانية des histoires، إذا هنا كانت دي تنتهي بأس، يعني لا ينطق، فقط يكتب في الأخير ولا ينطق. هنا إستواغ تبدأ بأش ميوي، تبدأ بأش ميوي. عندما جئت لكي أقرأها فيعني قمت بلاليزون، يعني ربط آخر حرف ساكن الذي هو أس بأول حرف الذي هو لو أش ميوي. إذن ديز إستواغ، لاحظوا أن لو أس لم ينطق أس بل نطق ز، نطق ز، ديز إستواغ، لأن هناك حروف في الفرنسية، هناك أربعة حروف في الفرنسية عند لاليزون يتغير نطقها، يتغير نطقها. إذن سوف نتعرف على هذه الحروف الأربعة. أولا لدينا لو اس، لو اس و لو اكس. لو اس و لو اكس عند الربط يتحولان نطقهما إلى زاد، إلى زاد. مثلا ديزاربغ،
زاغبر. إذا لاحظوا لم نقل دي زاغبر ولكن قلنا دي زاغبر لأن لو إس في لاليزون ينطق ز دي زاغبر أشجار. لاحظوا نفس الشيء بالنسبة لي إكس، عندما سوف نقوم بلاليزون بالربط سوف نقول دو زوازو دو زوازو. إذا لو إكس أيضا ينطق ز عند لاليزون دو زوازو عصفوران أو اثنان عصافير عصفوران. نفس الشيء بالنسبة لي الحرف دي، الحرف دي أيضا عند لاليزون ينطق تي ينطق تي. لاحظوا ان غران توم ان غران توم، لم نقل ان غران دوم وانما ان غران توم. اذا لو دي ينطق تي هنا فقط اشاره، ان غران توم نقصد بها رجل عظيم. لكن اذا غيرنا الكلمتين، يعني اذا قلنا ان نوم غران سوف يتغير حتى المعنى، يعني سيصبح رجل طويل القامه. هذه كانت فقط ملاحظة، ان غران توم ليس هي ان نوم غران، فقط يعني إشارة. دونك قلنا لو دي عند النطق يصبح تي، يتغير نطقه. لاحظوا معي هنا الآن كومبرونتيل، إذا هنا لو دي أيضا نطق مثله مثل الحرف تي، لم نقل كومبرونديل وإنما كومبرونتيل، إذا لو دي ينطق تي. هل فهم؟ كومبرونتيل هل فهم؟ اذا الحرف الرابع الذي قلت لكم عنه هو لو اف، هو لو اف ايضا عند الربط عند لاليزون ينطق ز ينطق ز. مثلا 9 مثلا 9، اذا لاحظوا قل لم نقل 9 وانما 9 يعني الساعه التاسعه، 9 الساعة التاسعة. الآن سوف هنا فقط إشارة مهمة لليزون، يعني هي تفرق لليزون تفرق لنا في الشفوي عندما ننطق مثلا جملة أو كلمة بلليزون تعطينا المعنى. مثلا في بعض الأحيان عندما تكون الكلمة بلوريال يعني في الجمع لا نستطيع أن نميز إن كان الكلمة جمع إذا لم نقم بلا ليزون. مثلا لاحظوا معي هاتين الجملتين، elle adore les fleurs، elle adore les fleurs، هي تعشق الزهور. هنا أيضا في le pluriel في الجمع elle adore les fleurs، elle adore les fleurs. إذا لاحظوا معي إذا لم أقم بلا ليزون فسوف أقرأ elle adore، يعني لن أعرف إن كنت أتحدث عن الجمع. داكوغ؟ أما إذا قمت بلا ليزون سأقول elles adorent les fleurs، elles adorent les fleurs. وبالتالي من يسمعني يعرف أنني أقصد بها الجمع، يعني هن يعشقن الزهور. إذن لا ليزون تفيدنا أيضا في التعرف على المفرد من الجمع. بالنسبة للقواعد الخاصة بلا ليزون بالربط هناك ثلاث قواعد، هناك لا ليزون انترديت يعني الربط الممنوع، ممنوع في بعض الحالات القيام بالربط. هناك لا ليزون اوبليغاتوار يعني الربط اللازم أو الربط الضروري، يعني لابد من القيام بلا ليزون في بعض الحالات. ثم هناك ليزون فاكولتاتيف يعني الربط المسموح، تستطيع أن تقوم بلا ليزون وتستطيع أن لا تقوم بلا ليزون. مي هنا مي كونسي يعني ولكنه منصوح به أن تقوم بلا ليزون. إذا سوف نتعرف على كل هذه الحالات. بالنسبة لي يعني أقول لمن لا يستطيع أن يستوعب كل هذه الحالات ويحفظهم، يعني أنا بالنسبة لي أقول يعني فقط يركز على لاليزون انترديت، يتعرف على ما هي الحالات التي ممنوع أن نقوم فيها بالربط الممنوع، وتبقى الحالات الأخرى بما أن الحالة الثالثة أيضا كونسيي يعني منصوح بالقيام بلاليزون، الحالات المتبقية كلها يقوم فيها بلاليزون. داكوغ؟ إذا
إذن هذا الدرس سوف إن شاء الله أتطرق لجميع الحالات، لأنني وعدت يعني من سألوني بأنني سوف أتطرق إلى ذلك بالتفصيل. ملاحظة أيضا، يعني حاولوا أن تركزوا معي في الشرح، لأنني في الأخير سأعطيكم تمارين من خلالها سوف تتعرفون إن كنتم فهمتم هذه الأمور جيدا أم لا. إذن سوف نبدأ بالليزون الأولى التي هي ليزون انتغديد، يعني متى تكون ليزون ممنوعة، متى يكون الربط ممنوعا بين الكلمتين. الحالة الأولى، لاحظوا معي أبخين أنو أو سنغولي، إذن بعد كلمة في المفرد، عندما تجدون كلمة في المفرد بعدها لا نقوم بالليزون. مثلا أنو فو أوبيسان، إذن هنا لاحظوا لدينا حرف ساكن غير منطوق، لدينا حرف متحرك فويل، ومع ذلك لم نقم بالليزون لأنه ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن هذه الكلمة الأولى هي مفرد، إذن عندما تكون الكلمة في المفرد لا نقم بالليزون، ممنوع القيام بالليزون. نقول أن أنفون أوبيسان وليس أن أنفون توبيسان، داكوغ؟ إذن أن أنفون أوبيسان طفل مطيع. Un procès interminable، نفس الشيء هنا، إذا لا نقول un procès interminable. لماذا؟ لأن الكلمة في المفرد، كلمة le mot est au singulier، d'accord؟ إذا نقول un procès interminable، يعني محاكمة لا نهاية لها. إذا هنا entre un verbe deuxième personne singulier et le complément d'objet direct le COD. إذا ما معنى هذا؟ يعني الفعل المصرف مع تو، بعد الفعل المصرف مع تو المفعول به الذي يأتي بعده مباشرة لا نقوم بالليزون بينهما. إذا لاحظوا في الأمثلة il faut que tu gardes un chaton pour aller، إذا لاحظوا هنا الفعل المصرف مع تو هو garde، le verbe garder، إذا المصرف مع تو، الذي يأتي بعده مباشرة هو المفعول به le sept. بنادول استنشاق البخار، تركيبة جديدة لعلاج أعراض البرد والإنفلونزا بفوائد العسل والليمون والنعناع. سي أو دي كومبليمون دوبجي ديريكت، إذا لا نقوم بالليزون بين الفعل المصرف مع تو وبين لو سي أو دي، داكوغ؟ بين المفعول به المباشر. إذا il faut que tu gardes un chaton pour Ali، يجب أن تترك قطا لعلي. الحالة الثالثة entre le participe passé et son complément، إذن دائما بعد le participe passé لا نقوم بالليزون. لاحظوا هنا ils sont allés à l'école، إذن لا يمكن أن نقول ils sont allés à l'école. لماذا؟ لأن هذا اسم المفعول، اسم المفعول للفعل المصرف، إذن allés le participe passé لا نقوم بعده بالليزون، إذن لذلك لا نقول ils sont allés à l'école، وإنما ils sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école. أيضا après un pronom personnel inversé، عندما نقول pronom inversé يعني لأن في الفرنسية يكون الأول وبعده المفعول به، ليس ماذا أقول، الفعل بالنسبة للعربية نقول الفعل هو الأول وبعده الفاعل، بالنسبة للفرنسية يكون الفاعل هو الأول وبعده الفعل، ولكن عندما نقول inversé يعني أننا نعكسه، يعني يصبح الفعل هو الأول وبعده الفاعل. هنا الفاعل pronom يعني ضمير. مثلا هنا لاحظوا نقول ils sont، ولكن عندما نقوم بالinversion du sujet يصبح sont، يعني أن الفعل يصبح هو الأول والفاعل الضمير يصبح هو الثاني، هذا هو الinversion du sujet. إذا sont-ils arrivés، لاحظوا هنا لا يمكننا أن نقول sont-ils arrivés. لماذا؟ لأن دائما le pronom inversé لا نقوم بالليزون بعده. إذا لاحظوا معي le pronom inversé يعني le pronom الذي نعكسه، دائما تكون هذه الأمور في طرح السؤال، عند طرح السؤال بالطبع، إذا عند l'inversion du sujet le pronom لا نقوم بالليزون بعده، داكوغ؟ إذا sont-ils arrivés وليس sont-ils arrivés. sont-ils arrivés sont-ils arrivés، إذا هل وصلوا؟ مثال آخر avez-vous aimé le film،
avez-vous aimé؟ لاحظوا لنا نقول avez-vous aimé لأنها هنا liaison interdite يعني ممنوع القيام بلا liaison، لذلك سنقول avez-vous aimé le film؟ هل أحببتم الفيلم أو هل أحببت الفيلم؟ إذن هنا لماذا لم نقم بلا liaison؟ لأن لدينا l'inversion du sujet. إذن بعد le pronom inversé لا نقوم بلا liaison. حالة أخرى لـ le groupe nominal، le groupe nominal sujet مع le verbe. إذن le groupe nominal sujet لا نقوم بلا liaison مع le verbe. مثلا لاحظوا معي هنا c'est mettre. لاحظوا le groupe nominal sujet هنا c'est un groupe de nom وليس pronom. لأن البرونو سوف نرى أنه obligatoire يعني أنها liaison ضرورية، لكن هنا نتحدث عن le groupe nominal sujet un groupe de mots d'accord يعني مجموعة من الأسماء مجموعة من الكلمات. donc هنا c'est mettre enseigne le français. إذا لا نقول c'est mettre enseigne، هنا ممنوع أن نقوم ب la liaison c'est mettre enseigne le français. هؤلاء الأساتذة يدرسون الفرنسية. مثال آخر les chiens aboient. إذن لا يمكن أن نقول les chiens aboient. لماذا؟ لأن le groupe nominal sujet لا يمكننا أن نربطه مع le verbe مع الفعل. les chiens aboient. الكلاب تنبح. أيضا بعد la conjonction حرف العطف ET بعد ET بعد E الحرف العطف لا يمكن أن نقوم بلا liaison. Ali a des devoirs et une leçon pour demain. إذن لا نقول Ali a des devoirs est une leçon. مستحيل يعني لا يمكن أن نقول est بل leçon pour demain. يعني علي لديه واجبات منزلية ودرس للغد. Ali a des devoirs et une leçon pour demain. الحالة الأخرى devant un H aspiré. إذن هذه هي التي تحدثنا عنها في بداية الدرس، قلنا هناك فرق بين H aspiré و H muet. طبعا لا يمكن أن نقوم بلا liaison مع H aspiré لأنها تعتبر ضمن les consonnes الحروف الساكنة التي لا يمكن أن نقوم بينها وبين يعني حرف ساكن وحرف ساكن consonne و consonne لا يمكن أن نقوم بلا liaison. إذن كما في المثال هنا كما ترون j'aime les haricots verts. إذن لاحظوا هنا لم نقل les haricots، لا يمكننا أن نقول les haricots. لماذا؟ لأن haricots تبدأ بH aspiré. إذن لذلك نقول j'aime les haricots verts، أحب الفاصوليا الخضراء أو اللوبيا الخضراء. إذن نعم هي هذه. الآن après quand adverbe interrogatif. إذن quand متى التي نطرح بها السؤال بعدها لا يكون معها la liaison، لا نقوم ب la liaison. أيضا مع comment التي نطرح بها السؤال و combien. إذن هذه العبارات التي نطرح بها الأسئلة يعني quand متى comment كيف combien كم لا نقوم بلا liaison يعني ممنوع أن نقوم بلا liaison بعدها. مثلا quand arrive-t-il متى سيأتي quand arrive-t-il متى سيصل. هنا comment est-elle كيف هي comment est-elle combien en veux-tu كم تريد منه combien en veux-tu. لكن في هذه الحالات يعني أقول مع quand و comment و combien هناك des exceptions، هناك استثناءات مع comment و quand. إذا عندما نقول مثلا comment allez-vous كيف حالك comment allez-vous هنا لابد أن نقوم بلا liaison يعني هذه liaison obligatoire يعني ربط إلزامي، لابد أن نقوم ب لا liaison. سوف نتطرق إليها أيضا عندما نتحدث عن لا liaison obligatoire الربط الإلزامي. إذن هنا comment allez-vous هذه استثناء لما قلنا. إذن
الحالات الأخرى لا نقوم فيها بلا ليزون، لكن كومون طاليفو نقوم فيها بلا ليزون وواجبة. نفس الشيء بالنسبة لي لي كونتيسكو، عندما تسمعون السؤال يبدأ به كونتيسكو كونتيسكو، إذا دائما نقوم بلا ليزون بين كون و اسكو كونتيسكو. داكوغ، إذا كونتيسكو تو باغ، متى سترحل، نقوم هنا بلا ليزون أوبليغاتواغ يعني ضرورية. ايضا دوفون وي، اذا وي لا نقوم بلا ليزون حداها بجانبها. مثلا هنا ميوي، ميوي بالطبع، ميوي بالطبع، اذا لا نقول ميزوي، لا نقوم بلا ليزون، لا يمكننا ان نقول ميزوي، نقول ميوي، ميوي يعني بالطبع. لازلنا في لا ليزون انترديت، لذلك قلت لكم يعني هناك حالات متعددة. إذا لا ليزون انترديت الممنوعة، مثلا أبخي أن نوم بروبر يعني بعد اسم علم لا نقوم بلا ليزون. مثلا لاحظوا معي هنا الأمثلة، إن الأمثلة توضح ذلك بشكل جيد. غيم أدي، ريم قالت، إذا لا نقول غيم أدي، نقول غيم أدي، إذن هنا بعد اسم علم. أو مثلا منال اي بارتي، منال اي بارتي وليس منال اي بارتي، داكوغ، منال اي بارتي، إذا لا نقوم ب بعد اسم علم لا نقوم بلا ليزون. أيضا هنا يعني بجانب الأرقام 11 و 8، إذا لاحظوا 11 و 8، لي 11 بالون، لي 11 بالون يعني الكرات الأحد عشر. إذا لاحظوا هنا لا نقول لي 11، لا نقول لي 11، وإنما لي 11 بالون، إذا لا يمكن أن نقوم بلا ليزون. أيضا مع 8، إذا 8 لا نقول لي 8 الأيام الثمانية، لي 8 جور وليس لي 8، داكوغ. لكن هناك اكسبسيون، هناك استثناء مع 18، مع 18 نقوم بلا ليزون هنا، يعني نقول 18، داكوغ، 18. ايضا هنا devant les mots qui commencent par y و w و w، لاحظوا معي الان هنا قد يتفاجأ يعني قد يتساءل احدكم Y، نعم هي ضمن لي فويل، ولكن W لماذا سوف ندخلها في هذه الحالة وهي أصلا ليست فويل، هي ليست فويل. إذا قلنا أن نحن الربط أو لا ليزون نقوم يعني فقط مع لا كونسون ولا فويل. لماذا هنا W بما أنها ليست فويل، لماذا ندخلها في القواعد؟ لأن Y و W هي تسمى سمي فويل، يعني تسمى يعني ما معنى سمي فويل؟ سمي يعني النصف، يعني نصفها فويل ونصفها كونسون، داكوغ، يعني نصفها حرف متحرك ونصفها حرف ساكن. نفس الشيء بالنسبه لإيغريك، لان إيغريك يقرا في بعض الاحيان اي كحرف ساكن ونستعمله كحرف متحرك مثله مثل إي، لذلك يسمى سمي فويل. هنا لي ياورت، لي ياورت، إذا لا نقول لي زياورت، لا يمكن أن نقوم بلا ليزون، نقول لي ياورت يعني دانونات ماذا يسمون بالعربية الفصحى، دانون ماذا يسمى باللغة العربية الفصحى، ياغورت، ياغورت يشبه حتى الفرنسية، دونك ياغورت أو ياغورتات يعني بالجمع، ليا أخت، دونك لا نقوم بلا ليزون. أيضا لي ويكند، لي ويكند، إذا لا نقول ليز ويكند، إذا هنا لا نقوم بلا ليزون مع دوبلي. إكسبسيون، هناك استثناء كما ترون، ليزيو، لي زيو، إذا ليزيو نقوم هنا بلا ليزون رغم أن الكلمة تبدأ بإيغريك، داكوغ. إذا هذه استثناء، إذا هناك كما ترون الفرنسية مملوءة بالاستثناءات. إذا ليزيو نقول لا نقول ليو وإنما نقول ليزيو، يعني هنا نقوم بلا ليزون. نعم سفيان الزبادي، شكرا، نقول الزبادي.
الحالة الأخيرة لليزون انترديت يعني ليزون الممنوعة الربط الممنوع هي بعد الكلمات المركبة عندما تكون او بلوريال عندما تكون في الجمع او بعد ليزكسبرسيون في جي يعني العبارات الجامدة. اذا لاحظوا معي مثلا هنا دي سال ا مونجي. شكرا احلام صراحه انا ايضا توحشتكم كثيرا. دونك دي سال ا مونجي لاحظوا معي غرف الاكل اذا غرف المعيشه دي سال ا مونجي. هنا دي سال ا مونجي هذا اسم مركب يعني ان نو كومبوزي وهو بلوريال كما قلنا ابري لو بلوريال دي نو كومبوزي يعني هذا البلوريال الجمع. اذا لا نقول دي سال ا مونجي لا يمكن ان نقول دي سال ا مونجي وانما دي سال ا مونجي. إذا هذه من بين القواعد. نفس الشيء هنا لاحظوا des arcs en ciel إذا كما لو أن S غير موجودة des arcs en ciel. لأن لماذا لا نقوم هنا بلا ليزون؟ لأن قلنا هذا أولا هذا ستنون كومبوزي اسم مركب وهو في الجمع داكوغ. إذا لا نقول des arcs en ciel وإنما des arcs en ciel هذا قوس قزح بالجمع. انتم اجمعوا de part en part. اذا ايضا هنا لا نقول de part en part. اذا c'est une expression figée يعني عباره جامده. اذا هنا de part en part من جانب لاخر من جانب الى اخر لا نقول de part en part وانما de part en part. العباره الاخيره هي ايضا expression figée ني اني لا نقول نيزاني نقول ني اني لا يمكننا ممنوع القيام بلاليزون هنا ممنوع القيام بلاليزون هنا. ني اني تعني وجها لوجه بالرغم من ان في الفرنسيه ني يعني انف لكنه في هذه العباره نقصد به يعني وجها لوجه وليس انفا لانف. اذا وجها لوجه ني اني وجها لوجه. الآن سوف نرى الحالة الثانية وهي la liaison obligatoire يعني الربط الإلزامي الربط الضروري. إذا ما هي الحالات التي يكون فيها الربط إلزاميا la liaison obligatoire؟ سوف نرى الحالات. أول شيء les articles أو les déterminants بصفة عامة les déterminants أي déterminant كيفما كان في الفرنسية أي déterminant كيفما كان عندما يأتي بعده un nom يعني اسم أو بعده un adjectif نعت نقوم بلا liaison obligatoire. عندما أقول أي déterminant هو المحددات التي تحدد لنا والتي تحدد لنا هذا نوع الاسم يعني هل هو مفرد جمع أو هو مذكر أو مؤنث. دكتور هناك عدة محددات مثل مثلاً les articles, les adjectifs démonstratifs, les possessifs, les adjectifs possessifs, numéro et interrogatif. إذن هذه كلها محددات. les articles مثل مثلاً les, des, un, les adjectifs démonstratifs, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, les adjectifs. Non, ما دا أقول. les adjectifs démonstratifs يعني الأسماء الإشارة. c'est les adjectifs possessifs يعني أسماء أو الصفات الملكية مثل mon ton son ma ta sa mes tes numéro خلاص الأرقام وinterrogative هي التي نطرح الأسماء التي نطرح بها الأسئلة أو التعبيرات التي نطرح بها الأسئلة. إذا هنا بعد الأمثلة لاحظوا معي أنا غبغة. إذا هنا article indéfini article indéfini يعني هذا أداة نكرة. إذا دائما أدوات النكرة أدوات المعرفة جميع الأدوات التي تحدد لنا نوع الاسم كلها نقوم بليزون أوبليغاتوار يعني الربط الإلزامي. أن أغبغ ولا نقول أن أغبغ داكوغ أن أغبغ. إذا أن أغبغ ليز أغبغ لاحظوا هنا ليز أغبغ des arbres, aux arbres, un immense arbre. إذا هنا معه adjectif un immense arbre شجرة كبيرة أو ضخمة un immense arbre.
سيزاغبغ هذه الأشجار، إذا هذا اسم إشارة يعني demonstrative adjective demonstrative. ميزاغبغ أشجاري هذا اسم أو صفة صفة الملكية أشجاري. مي possessive. vos amis أصدقاؤك أو أصدقاؤكم. أو زاغبغ لاحظوا هنا نو دو زاغبغ لم أعد أرى جيدا. دو زاغبغ هذه يعني شجرتان. دو زاغبغ دو زاغبغ تخوا زاغبغ جميع هذا الأرقام كلها نقوم بلانيزون. دي زاغبغ لاحظوا هنا دي زاغبغ يعني عشرة أشجار. هنا السؤال نطرحه بكال كال زاغبغ كال زاغبغ أية أشجار كال زاغبغ. إذا نقوم بلانيزون أوبليغاتواغ الربط الإلزامي. وفي الأخير كومون طاليفو تتذكرون عندما قلنا كومون ممنوع فيها لانيزون، ولكن قلنا إذا جاءت في العبارة كومون طاليفو يكون فيها أوبليغاتواغ تكون ضرورية. إذا هذه هي الحالة التي تكلمنا عنها كومون طاليفو داكوغ كيف حالك. أيضا هناك شيء نسيت كتابته هنا هما التعبيرات التي نعبر بها أيضا عن التعجب. مثلا كالا غبغ يعني يا لها من شجرة كالا غبغ داكوغ. إذا هذه أيضا تدخل مع هذه المحددات يعني الإلزام. أيضا لاحظوا معي أيضا الحالات الأخرى الإلزامية ضروري أن نقوم بلانيزون. adjective يعني نعت متبوع باسم، دائما نعت المتبوع بالاسم نقوم بلانيزون. إذا هنا لاحظوا معي لاحظوا هنا عندما نقول نعت متبوع باسم يعني ليس اسم متبوع بنعت. attention لأن الاسم متبوع بنعت سوف نعود إلى إذا كان الاسم مفرد فلا يمكن أن نقوم بلانيزون كما قلنا في لانيزون انترديت الربط الممنوع. إذا هنا لاحظوا adjective هو الأول متبوع بالنوم متبوع بالاسم. un grand avion un gros avion un gros avion يعني هذا طائرة ضخمة. de jeunes enfants لاحظوا هنا لو اس مع او قمنا باللانيزون دائما لان هذا ادجكتيف. اذا الادجكتيف مع الاسم نقوم باللانيزون اوبليغاتوار الزامي. ايضا هنا après لو اي او اس تي هذا الفعل être لو فيرب être يعني دائما après لو او اس تي دائما نقوم باللانيزون obligatoire إلزاميا. مثلا هنا mon père est ingénieur أبي مهندس mon père est ingénieur لا يمكن أن نقول mon père est ingénieur. لاحظوا هنا يعني attention A الأخرى التي قلنا ممنوع فيها la liaison A الأخرى تكتب فقط ب E T و نقصد بها و التي نقصد بها و ممنوع فيها la liaison هذه A الفعل être. donc mon père est ingénieur أبي يكون مهندسا. إذا هنا نقوم بلانيزون إلزاميا. الجملة الثانية c'est interdit لاحظوا هنا بعد est c'est interdit. إذا لابد أن نقوم بلانيزون c'est interdit de fumer ici ممنوع تدخين هنا c'est interdit de fumer ici. أيضا لاحظوا معي هذا مهم جدا. إذا كنا تحدثت لكم عنه عندما قلنا groupe nominal sujet مع le verbe. إذا هنا le groupe nominal سيكون un pronom. إذا عندما يكون groupe nominal sujet يعني un groupe de nom قلنا ممنوع la liaison. ولكن لاحظوا هنا pronom plus verbe أو verbe plus nom نفس الحالات يعني يكون فيها la liaison obligatoire الربط الزامي سواء كان le pronom هو الأول بعده le verbe أو le verbe هو الأول بعده le pronom يعني الضمير متبوع بالفعل أو الفعل متبوع بالضمير نقوم ب la liaison obligatoire الربط الإلزامي. donc لاحظوا هنا vous avez إذا
نستعمله لأنها vous هو pronom ضمير وهنا avec الفعل. إذا نقوم بla liaison بينهما. On arrive, on arrive. إذا هنا نقوم بla liaison. D'accord. نفس الشيء قلنا هنا حتى لو كان الفعل هو الأول يتبعه الضمير الضمير المنفصل أو الشخصي le pronom personnel. إذا دائما يكون بينهما la liaison واجبة. Arrive-t-il demain؟ هل سيصلنا غدا؟ Arrive-t-il demain؟ إذا لاحظوا قلنا arrive-t-il t-il وليس arrive-il. إذا arrive-t-il demain؟ Attend-t-elle؟ Attend-t-elle؟ إذا لاحظوا الد كما قلنا تنطق مثلها مثل الت. إذا attend-t-elle؟ هل تنتظر؟ Attend-t-elle؟ D'accord. أيضا الحالة pronom plus pronom ضمير مع ضمير نقوم بلا ليزون. لاحظوا في هذه هذا الأمثلة التي سنرى elles ont nom elles ont nom. داكوغ. إذا قمنا بلا ليزون. لماذا قمنا بلا ليزون؟ لأن pronom مع pronom. إذا هذا pronom وهذا أيضا pronom نقوم بلا ليزون. elles ont nom يعني لديهم منه. nous y sommes nous y sommes. لاحظوا pronom nous pronom و y ايضا هو pronom. nous y sommes ها نحن او وصلنا. اذا nous y sommes ايضا نقوم بلا ليزون. نفس الشيء في الجمله الثالثه لاحظوا il nous aime beaucoup. il nous aime beaucoup. اذا اين هو الفعل هنا؟ هو لو فيرب aimer ولكن الفاعل هو il. هو يحبنا نحن. إذا نو هنا هو لو برونو هو الضمير الضمير الذي يعود على لو كومبليمون. لو كومبليمون يعني كنسميوه برونو كومبليمون. إذا نو هو سيتان برونو كومبليمون. داكوغ. يعني كانت إيل أم. لاحظوا إيل أم نو يعني هو يحبنا نحن. إذا هذا مفعول به مباشر. سي ان سي او دي كومبليمون دوبجي ديريكت كتبناه بعد او قبل الفعل كضمير. il nous aime beaucoup. إذا دائما لو برونون مع لو برونون يكون ليزون اوبليغاتوار يعني ربط الزام. ايضا après une préposition دائما après une préposition تكون la liaison obligatoire ربط الزامي. مثلا هنا j'habite dans un appartement. لاحظوا dans un appartement. هنا ايضا طبعا نقوم بلا liaison برغم من انني لم اكتبها هنا واضحه. لماذا؟ لان هذا كما قلنا c'est un article indéfini ودائما les articles نقوم الزاميا بلا liaison. donc j'habite dans un appartement يعني أسكن في شقة. هنا après un adverbe يعني بعد ظرف. آية est très élégante. آية est très élégante يعني élégante يعني لبسة مزيان. ماذا نقول élégante بالعربية؟ بعض الكلمات تخونني. élégante يعني أحدكم يعني يكتب ما معنى elegant. elegant يعني أنها مهندمة، أنها يعني متيولة، يعني تتعرف تلبس. مهم أنا سأشرحها بالدارجة. يعني تتعرف تلبس منمقة، داكشي تيكون أسورتي. هذا هي elegant. donc أنيقة. نعم أمينة أنيقة. سي تخي بيان أمينة ميرسي. متألقة مهم يعني elegant. آية est très elegante. إذا هنا très adverbe دائما بعد الادفيرب نستعمل la liaison obligatoire. la liaison obligatoire. أمينة آية est très elegante. هنا il est trop occupé. لاحظوا هنا trop أيضا c'est un adverbe. لذلك سوف نقول trop occupé. d'accord. et il est trop occupé وليس il est trop occupé. مع اننا صراحه يعني انا ايضا استعمل هذا الخطا كثيرا. لا اقول il est trop occupé وانما اقول il est trop occupé. اذا هذا صراحه خطا يعني
يعني لا يلزم من اللازم أن نقوم بلا ليزون بعد لادفيرب. إذا نقول il est trop occupé. D'accord. أيضا إذا هذه انتهينا الآن من ليزون أوبليغاتوار، هذه هي الحالات. الآن سوف نرى الحالة الثالثة التي هي ليزون فاكولتاتيف. يعني انتبهوا، سوف في الأخير سوف تجيبنا عن الأسئلة التي سوف نقوم بها، يعني التمرين سيكون بعد حتى تجيبونا وترون إن كنتم قد فهمتم ذلك واستوعبتم جيدا. الآن ليزون فاكولتاتيف يعني الربط المسموح به، يكون مسموح به مي كونسيي، ولكن من الأفضل أن نقوم بالربط رغم أنه مسموح، يعني يمكنك أن تقوم به أو لا تقوم، ولكن من الأفضل أن تقوم به. إذا متى؟ أبخي لفرب، بعد الأفعال، بعد هذه الأفعال التي ترونها الآن، يعني بعد لفرب آلي، بعد لفرب أتخ، نعم أيضا لفرب آلي، ولكن قلنا بعد لفرب أتخ، بعد لفرب أتخ تكون فاكولتاتيف، لأن تذكروا معي أننا قلنا EST A تكون obligatoire. داكوغ اوبليغاتوار، ولكن نحن لماذا خصصنا فقط اي؟ لانها وحدها تكون اوبليغاتوار. اما بعد باقي ال الافعال الاخرى يعني التي تكون مصرفه ديال الفعل اتر تكون فاكولتاتيف، يعني اذا قمتم بلا ليزون صحيحه، واذا لم تقوموا بها فهي ايضا صحيحه. داكوغ، اذا بعد الفعل être، بعد le verbe aller يذهب، بعد le verbe aller أيضا نقوم بلا liaison، بعد le verbe avoir أيضا نقوم بلا liaison facultatif، يعني مسموحة، ممكن أن تقوموا بها ممكن لا، بعد le verbe devoir يجب، بعد le verbe falloir يجب أيضا، بعد le verbe pouvoir يستطيع، بعد le verbe vouloir هذا يريد. وسوف نرى بعض الأمثلة هنا، لاحظوا معي. Ils peuvent entrer. إذا يمكن أن نقول ils peuvent entrer أو ils peuvent entrer. يعني كلتا القراءات صحيحة. Ils peuvent entrer صحيحة. Ils peuvent entrer صحيحة أيضا. D'accord. Ils peuvent entrer يعني يستطيعوا الدخول. Je vais écouter de la musique. إذا يمكن أن أقول je vais écouter، ويمكن أن نقول je vais écouter، يعني الحالتان صحيحتان، ولكن المنصوح بها هي la liaison. Je vais écouter de la musique، يعني سوف أستمع إلى الموسيقى. بالنسبة للجملة الثالثة nous sommes en retard، ويمكن أن نقرأها أو أن نقرأها nous sommes en retard، نحن متأخرون. ثم الجملة الأخيرة il faut aller plus vite، أو نقرأها il faut aller plus vite، يعني لها قراءة، يعني يجب أن نذهب سريعا. إذا الآن الحالة الباقية أو الأخيرة للا ليزون فاكولتاتيف، يعني لا ليزون فاكولتاتيف يعني المسموح بها، هي نون بلوريال مع ادجكتيف. لو نون بلوريال مع ادجكتيف، اذا تتذكرون اننا قلنا ادجكتيف مع نون تكون اوبليغاتوار، وركزت عليكم قلت لكم انتبهوا نبدا بادجكتيف بلس نون، هي التي تكون الزاميه. لكن عندما نقول نون بلس ادجكتيف يجب ان ننتبه ان كان لو نون إن كان الاسم هل هو مفرد أو جمع. إذا كان مفرد فممنوع لليازون، وإذا كان جمع فاكولتاتيف، يعني يمكن أن نقوم بلا ليازون ويمكن أن لا نقوم بلا ليازون. لاحظوا معي il raconte des histoires effrayantes. هنا قرأت des histoires لأن هنا le H muet. il raconte des histoires effrayant، يعني يحكي لنا أو يحكي قصصا مخيفة. إذا هنا لاحظوا إما نقرأها il raconte des histoires effrayantes يعني بدون la liaison،
أو نقول il raconte des histoires effrayantes يعني القراءتان صحيحتان. مثال آخر ce sont des personnes élégantes أيضا يعني élégantes المهم ce sont des personnes élégantes هؤلاء الأشخاص هم أنيقون إذا نقرأها إما ce sont des personnes élégantes أو نقول ce sont des personnes élégantes d'accord élégantes. إذن هذه هي الحالات. الآن سوف نرى التمارين المهمة لكي تتعرفوا على إن كنتم فهمتم جيدا أم لا. إذن سميرة بما أنك كتبت مفهوم أتمنى أن تكون جميع الأسئلة صحيحة لديك. إذن نبدأ على بركة الله. التمرين هو هذا، لاحظوا معي. إذن سوف المطلوب منكم هو ماذا؟ هو أن تقولوا هل ستكون obligatoire هل ستكون la liaison يعني الربط هنا بين في هذه العلامة التي أكتبها الآن هنا التي ترونها بالأحمر سوف تقول لي هل سوف نقوم بالربط إلزامي obligatoire أو interdit ممنوع أو facultatif يعني مسموح داكوغ إذا حتى نسهل الأمر سوف إذا كانت obligatoire سوف نكتب فقط O إذا كانت facultative سوف نكتب فقط F يعني إذا كانت مسموح بها وإذا كانت ممنوعة interdit سوف نكتب E اتفقنا إذا الآن سوف تقولون سوف تخبرونني هنا je l'ai vu je l'ai إذن هنا يعني هل هي obligatoire هل هي facultatif هل هي interdit إذن هل هي ممنوعة واجبة أو مسموح بها إذن سوف أرى إجابتكم عيد مبارك عليكم جميعا إذن الإجابات الآن ننتظر الإجابات وي مريم سي تري بيان هنا او obligatoire حكيم aussi obligatoire ياسمينة obligatoire صلاح obligatoire c'est bravo ما شاء الله يعني الإجابات كلها صحيحة هذا يعني أنكم فهمتم الدرس جيدا وانتبهتم معي جيدا سوف فقط أغير اللون إذن سوف نكتب O obligatoire جيد très الآن بالنسبة للثانية دونك هنا je les ai vus يعني رأيتهم je les ai vus إذن هنا c'est un pronom لذلك بعد le pronom c'est un pronom complément بعد le pronom بعد الضمير دائما تكون لنا الواجبة الآن الجملة الثانية لاحظوا معي tu allumes ton ordinateur tu allumes ton ordinateur إذن هنا أنت تشغل حاسوبك إذن ماذا سوف نقول هل obligatoire هل interdit ممنوعة أم هل facultatif مسموح بها يونس كتب facultatif يعني مسموح بها نعم سأنتظر بعض الأجوبة الأخرى يونس facultatif إذن هل هناك من أجوبة أخرى حنان obligatoire ياسمينة interdit سميرة انترديت أو فاكولتاتيف إنه ربما فقط باقي الاسم لطيفة فاكولتاتيف أمينة أو أوبليغاتوار فاكولتاتيف أتنسيون إذا هنا قد نسيتم شيئا ذكرناه قلنا لاحظوا معي هنا طن إذا طن هي تحدد لنا الاسم الذي بعدها هل هو مذكر أو هو مؤنث أو هو جمع أو هو مفرد إذا قلنا المحددات جميعها المحددات تكون obligatoire لأن الطن هو adjective possessive صفة الملكية داكوغ حاسوبك أو حاسوبك إذا خطأ يعني هناك قليل من أجاب إجابة صحيحة المهم حاولوا أن تركزوا في المرة القادمة إذا هذه obligatoire attention انتبهوا جيدا إذن سوف نرى الآن رقم 3 les
hiboux vivent dans la forêt. Les hiboux, les boumettes, تعيشوا في الغابة. Les hiboux vivent dans la forêt. إذن ماذا سنكتب؟ هل هي obligatoire, لازمة أم interdite, ممنوعة أم facultatif, مسموح بها؟ حنان ليست واجبة. كرفي لم أستطع أن أقرأ. يونس ال ليس لدينا ال لدينا فقط ال. إذن سوف أكتب هنا حتى يعني تتذكرون. قلنا هنا سوف نكتب او بالنسبة لي اوبليغاتوار, اف بالنسبة لي فاكولتاتيف مسموح بها, و اي بالنسبة لي انترديت ممنوعة. نعم هنا انترديت الجواب صحيح هو انترديت. لماذا انترديت؟ لان هنا لو اش اسبيري, هذا اش اسبيري, لذلك لا يمكننا ان نقوم بلا ليزون, فهذا اش اسبيري. اذا سوف نقول انترديت ممنوع. داكور. الآن الجملة الرابعة, لاحظوا معي الجملة الرابعة, سوف أكبر الشاشة قليلا. Ce pantalon coûte 3 euros. هذا السروال ثمنه يقدر ثمنه بثلاث أورو. داكور. إذا ce pantalon coûte 3 euros. إذن ماذا سوف تكون؟ هل لا ليزون اوبليغاتوار, هل هي اوبليغاتوار, هل هي فاكولتاتيف, هل هي انترديت؟ الجواب هيبا اوبليغاتوار. سي تري بيان. قبلها اون, قبلها 3. هناك ايضا من شرح ما شاء الله. سي تري بيان, سي برافو, يعني انكم فهمتم. نعم هناك بالنسبه صراحه هكذا افضل, يعني من الافضل حنان ان نكتب الكلمه التي نريدها مثلا لايبو ونكتب امامها هل هي انترديت ام اوبليغاتوار, وبالتالي يعني اعرف على اي كلمه تتحدثون, لان في بعض الاحيان يصلكم كلامي متأخرا ولا أعرف عما تتحدثون بالضبط. إذا المهم سوف نعود إلى الجملة. قلنا ce pantalon coûte 3 euros. إذا الجواب هو obligatoire. لماذا obligatoire؟ لأن قبله 3. إذا قلنا ان جميع يعني الارقام بعدها تكون اوبليغاتوار. اتونسيون, هناك من كتب فاكولتاتيف, اذا ليس فاكولتاتيف وانما اوبليغاتوار, لانها ستان ادجكتيف نيميرال, يعني صفه رقميه, يعني الارقام بعدها تاتي, بعدها تكون لا ليزون اوبليغاتوار, بعدها تكون لا ليزون اوبليغاتوار. الآن ركزوا معي في الجملة الأخرى. Elle range les vieilles affaires dans l'armoire. إنها ترتب الأدوات القديمة أو الحوايج القديمة dans l'armoire, في الدولاب. إذن هنا ماذا سوف تكون؟ هل ستكون obligatoire أو إلزامية؟ أم هي انترديت اي ممنوعة؟ أم هي فاكولتاتيف اف مسموح بها؟ نعم أحلام كتبت فاكولتاتيف. الأغلبية كتب أوبليغاتوار, والجواب هو أوبليغاتوار. صحيح أوبليغاتوار. لماذا أوبليغاتوار؟ لأن قلنا أدجكتيف بعده اسم يكون أوبليغاتوار. انتبهوا لهذه الأمور. داكور. إذا دائما أدجكتيف, إذا ركزت عليها قلت لكم إذا بدأنا بالأدجكتيف وليس بدأنا بالنعت وليس بالاسم. إذا بدأنا
الفيرب الناعتي دائما تكون اوبليغاتوار، يعني واجب، واجب لهذا القيام بلا ليزون بالربط. الان سوف نقرا je les ai vu، je les ai vu لانه اوبليغاتوار. tu allumes ton ordinateur اوبليغاتوار. les ibou اذا لم نقم بلا ليزون لانها انترديت. les ibou vivent dans la forêt. ce pantalon coûte 3 euros لانها اوبليغاتوار. elle range les vieilles affaires لانها اوبليغاتوار dans l'armoire. اذا انتبهوا الان لباقي التمارين، باقي الجمل، لاحظوا معي الان. c'est enfant اذا لان الجمله فيها اثنان، سوف نبدا بالاولى c'est enfant. اذا c'est enfant هل هي اوبليغاتوار، هل هي انترديت ممنوعه، ام هي فاكولتاتيف مسموح بها؟ اذا سوف اترك لكم الوقت لكي تجيبوا. نعم، اذا ces enfants ces enfants اذا مدنا هل هي نعم ايت اوغني اوبليغاتوار سي تري بيان اوبليغاتوار الاغلبيه كتب اوبليغاتوار سي تري تري بيان او تري تري بيان ما عندي ما يسالكم دونك هنا ces enfants اوبليغاتوار تري تري بيان وبالنسبه لي تري انتيليجون اذا الاولى اوبليغاتوار الان بالنسبه للثانيه لاحظوا بالنسبه للثانيه تري انتيليجون هل هي اوبليغاتوار انترديت او فاكولتاتيف اوبليغاتوار سيهم سي تري تري بيان برافو اوبليغاتوار برافو اذا هي ايضا اوبليغاتوار هي ايضا اوبليغاتوار داكوغ اذا كلهم اوبليغاتوار لماذا الان لماذا هنا هنا اوبليغاتوار لان سي اسم اشاره اسم اشاره سي ان ادجكتيف او صفه اشاره ادجكتيف ديمونستراتيف دائما قلنا بعد اسماء الاشاره تكون لا ليزون ضروريه هنا ايضا تري ادفيرب ظرف اذا دائما بعد ادفيرب نقوم بلا ليزون الزاميه الان هذه الجمله il est entré لاحظوا هنا هنا يعني اثنان سوف تكتبون الاولى بعدها الثانيه اذا هنا il est entré par la petite porte اذا هل هنا اوبليغاتوار واجبه ام هي هذا انترديت يعني ممنوعه ام هي فاكولتاتيف مسموح بها اوبليغاتوار سي تري بيان مريم اوبليغاتوار يونس اوبليغاتوار ما شاء الله سي تري تري بيان برافو اوبليغاتوار اذا اوبليغاتوار هنا اوبليغاتوار والثانيه ايضا اوبليغاتوار لماذا اذا الامر سهل فقط خاص بعض التركيز il pronom اذا قلنا دائما pronom verbe يكون اوبليغاتوار ايضا بعد لو اي دائما تكون اوبليغاتوار دائما واجبه اذا يبدو انكم فهمتم جيدا هذا صراحه يسعدني اذا الان سوف نرى الجملة الثامنة لاحظوا معي الجملة الثامنة il est trop occupé il est trop occupé إذا هنا ماذا سيكون وهنا ماذا سيكون ممكن موعد البث الذي تجيبيننا فيه يونس هو هذا هو هذا البث الذي نحن فيه يكون خاص بالإجابة على أسئلتكم هذا سؤال من الأسئلة الذي طرحوه علي يعني لا ليزون كانوا يريدون درس في لا ليزون قمت به الآن
هناك أسئلة كثيرة يعني في إذا كنت تتابع معنا البثوث الأولى لطرح الأسئلة، هناك طرحوا علي مجموعة من الأسئلة كتبتها عندي، سوف كل حصة سوف أجيب عن سؤال إلى أن ننهيها، ثم نأخذ حصة أخرى تطرحون فيها الأسئلة التي لديكم وأكتبها عندي وهكذا إن شاء الله حتى أجيب على جميع أسئلتكم. إذا obligatoire، هناك من كتب obligatoire وانترديد، نعم هناك من كتب obligatoire وانت، نعم obligatoire فقط أنا أسمح لأن ربما الحرف الذي يبدو أيضا يكون كتكملة لإسمكم جوكوا. المهم لاحظوا معي بالنسبة لي هنا il est، إذا دائما pronom مع verb يكون obligatoire، ثم trop occupé قلنا هنا أيضا obligatoire، إذا هذه الحالتان الاثنان يعني il pronom مع verb obligatoire هذا واجبة، ثم trop occupé trop adverb دائما بعد adverb بعد الظرف يكون obligatoire يعني واجبة، la liaison الربط واجب، لذلك الحالتان obligatoire. الآن الجملة التاسعة لاحظوا معي c'est un livreur aimable، إنه livreur هو الرجل الذي يسلم البضاعة، مثلا إذا اشتريتم شيئا من جوميا مثلا الشخص الذي يأتي لتسليمكم البضاعة يسمى livreur، donc un livreur aimable محبوب. إذا هنا هل هي obligatoire وهنا هل هي obligatoire أم ماذا، أم interdit أم facultatif؟ أيت أغني أمار obligatoire، حكيم obligatoire، interdit ما شاء الله هناك حتى من شرح c'est très très bien، donc obligatoire والثانية interdit c'est très très bien ما شاء الله، هناك من شرح حتى لماذا. إذا نقول هنا لدينا اثنان، هذه obligatoire وهذه interdit، إذا لماذا؟ لأن هنا بعد EST A تكون obligatoire يعني ضرورية، وهنا لاحظوا معي أنه يعني اسم مع adjective مع نعت، ولكن الاسم لاحظوا هنا الاسم هو في المفرد، قلنا أن الاسم في المفرد بعده لا يتم ممنوع la liaison، لذلك فلا نقوم بلا ليزون سي انترديت، داكور دائما بعد اسم في المفرد لا نقوم بلا ليزون. الجملة العاشرة لاحظوا معي سي ان سافون افار جو لو سي مي، نسيت ان اقرا الجمل الاخرى سوف نقراها ثم اعود الى هذه الجمل. إذا هنا فقط لكي ترون يعني la liaison في القراءة نقول ces enfants sont très intelligents، هؤلاء الأطفال ذكيون جدا. il est entré par la petite porte، il est entré، إذا هنا قمنا بla liaison obligatoire، دخل من الباب الصغيرة. il est trop occupé، il est trop occupé، إنه مشغول جدا. c'est un livreur، لاحظوا هنا يعني interdit، إذا لن نقول livreur aimable وإنما livreur aimable، c'est un livreur aimable d'accord. إذا الآن لاحظوا الجملة العاشرة c'est my name is Megan and I am a Canadian living in Montreal and I've been teaching English on Cambly for 1 year. My style of teaching is kind and patient, and I just love to have fun conversations with you guys. The most important thing about learning a language is to set realistic goals for yourself, so that you're always keeping track of your progress and seeing how far you've come. My advice for anyone who is shy about starting to speak English is to just relax and have fun and just remember
remember that everyone had to start from somewhere. C'est un savon à vendre, je le sais, mais il est gentil. إذن ما أين هي هنا ثلاثة يعني سوف تكتبون ثلاث حروف إذا كانت كلها أوبليغاتوار ستكتبون أو 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 المهم على حسب الحالة ديال كل واحدة نعم إذا أنتظر أن تجيبوا عزوي كتبت اوبليغاتوار ولكن هنا لدينا ثلاث حالات حاولوا ان تكتبوا يعني ال ايت اوغني اوبليغاتوار انترديت اوبليغاتوار سي تري تري بيان ايت اوغني زعما بوزافي بيان كومبري دونك لاحظوا معي هنا سي ان صابون اذا هنا اوبليغاتوار لانه بعد او اس تي بعد اي ان صابون هذا اسم مفرد اذا بعده يكون انترديت يعني ممنوع لا ليزون ثم الاخيره ايلي جونتي يعني بين لو برونون ولو فيرب تكون اوبليغاتوار ما شاء الله يعني الجواب صحيح اوبليغاتوار انترديت اوبليغاتوار الان الجمله او الحادي عشر جو تو بريزونت دو فيو امي ا موا إذا هنا ماذا سنكتب؟ إذا فقط بعد التركيز يعني نعم هناك من يكتب اوبليغاتوار انترديت اوبليغاتوار هناك من يجيب عن السؤال نعم هبة 11 هي obligatoire c'est très très bien bravo obligatoire إذن هنا obligatoire لماذا قلنا je te présente de vieux amis لأن adjectif plus nom يعني نعت متبوع بالاسم بين النعت والاسم دائما يكون اوبليغاتوار يعني ربط الزامي لكن يجب ان يكون النعت هو الاول وليس هو الثاني اتونسيون اذا عندما يكون النعت هو الاول دائما تكون اوبليغاتوار الان الجمله الثانيه عشر nous avons acheté une voiture neuve اذا هنا لاليزون نعم حبيبة قالت obligatoire c'est très bien لأن البرونون مع le verbe تكون obligatoire très très bien bravo إذن هنا أيضا obligatoire ونقرأ c'est un savant avare هذا عالم بخيل je le sais أعرف ذلك mais il est gentil لكنه لطيف Je te présente de vieux amis à moi. أقدم لك أو أقدم لك أصدقاء قديمين لي. قديمون يعني أعرفهم منذ زمن قديم لي à moi لي أصدقائي. Nous avons acheté une voiture neuve. اشترينا سيارة جديدة. الآن انتبهوا معي إلى الجملة الثالثة عشر il aime le chocolat au lait il aime le chocolat au lait إذن هنا ماذا سوف هل هي الأولى والثانية إذن سوف تكتبون حرفان الآن حرفان إذن il aime le chocolat au lait من الأفضل أن تكتبوا رقم الجملة حتى أعرف على أي جملة تتكلمون سارة كتبت obligatoire أيت أغني كتب obligatoire interdit إذن لاحظوا معي هنا
الأولى ستكون obligatoire طبعا لأن ضمير مع verb pronom plus verb، والثانية ستكون interdite ممنوعة لأنها كلمة مفردة. إذا دائما قلنا الكلمة المفردة إذا كانت الكلمة في المفرد الذي بعدها لا نقوم بلا ليزون، داكوغ؟ إذا انتبهوا لهذا الأمر جيدا، إذا كانت الكلمة في المفرد بعدها لا نقوم بلا ليزون، هنا هذا الضمير مع الفعل نقوم بلا ليزون. إيل سام لو شوكولا أولي، إذا لا نقول لو شوكولا طولي، داكوغ؟ إيل سام يحبون لو شوكولا أولي، الحليب بالشوكولاتة أو الشوكولاتة في الحليب. إذا الآن لاحظوا معي الجملة الرابعة عشر، كومون أليفو إذا ماذا سوف، هل هي ربط إلزامي، ربط انتغديت ممنوع، أو ربط مسموح به؟ سيتخابيان، إذا كتبتم رقم الجملة 14 ثم كتبتم obligatoire، سيتخابيان. إذا هذه من الاستثناءات، من الاستثناءات التي قلنا عنها سابقا أن كومو تكون، يعني إذا كانت مع أليفو تكون obligatoire، تكون واجبة، كومو طاليفو، سيتخابيان. إذا لم تكن مع أليفو تكون انتغديت كما قلنا، ولكنها مع أليفو تكون obligatoire. إذا قلنا هذه من الاستثناءات. الآن الجملة الخامسة عشر، كون أغيف تيل. إذا برافو عليكم، يعني الطريقة التي تكتبون بها الأجوبة، تكتبون رقم الجملة بعدها الجواب، هكذا أعرف عن أي جملة تتحدثون. هناك من كتب l'inversion du sujet، هنا لا علاقة لها، attention، هنا لا علاقة لها ب l'inversion du sujet، هنا علاقة لها علاقة ب comment، بالexpression comment التي نطرح بها السؤال. قلنا أن comment و quand و combien إذا تذكرتم قلنا تكون معها la liaison interdite، ما عدا مع comment allez-vous ومع quand est-ce que، تكون فيها obligatoire، تكون فيها إلزامية. إذا انتبهوا جيدا. سيتخابيان، بدأتم في الإجابة عن الجملة 15، قلتم انتغديت والجواب صحيح. سيتخابيان، جواب صحيح، نقول انتغديت لأنها تبدأ بكون، برافو، تبدأ بكون. إذا كون أغيفتيل، إذا لا نقول كون أغيفتيل وإنما كون أغيفتيل، انتغديت ممنوع، ممنوع لا ليزون، ممنوع الربط. كون أغيفتيل، متى سيصلون. الآن 16، كون إسكيل فا بارتيغ، كون إسكيل فا بارتيغ، متى هي سترحل. إذا هنا ماذا سوف نكتب؟ ساغا 16 انتغديت، و ايت اوغني 16 اوبليغاتوار، سي تري تري بيان ما شاء الله. إذن هي obligatoire، لأننا ماذا قلنا؟ قلنا أن العبارات comment، quand و combien تكون interdite، ممنوعة، لكن فقط الحالات comment allez-vous، وإذا كانت quand متبوعة ب est-ce que، quand est-ce que تكون obligatoire. إذن شرحنا ذلك، quand est-ce que obligatoire، نعم هبة شرحت ذلك أيضا في التعليق لديها. إذا سوف نرى آخر الأمثلة، هي هذه. إذا سوف نرى الجملة 17، avant hier je suis allé au cinéma، إذا قبل أمس ذهبت إلى السينما. إذا avant hier je suis، لاحظوا هنا الصراحة كان من الأفضل أن أضع هنا خطا أيضا، je suis allé،
إذن هنا يمكن أن أقول je suis allé ويمكن أن أقول je suis allé. لماذا؟ لأن بعد le verbe être بعد le verbe être تكون facultatif. D'accord؟ تكون facultatif. إذن هنا avant hier. إذن ماذا سنقول؟ أيت أغني حبيبة obligatoire obligatoire c'est bravo c'est très très bien obligatoire. إذن لماذا هنا obligatoire؟ بكل بساطة لأنه بعد الادفيرب avant c'est un adverbe. إذن بعد الادفيرب تكون واجبة la liaison. لذلك نقول avant hier avant hier. Bravo من دي متسلكم. الآن الجملة 18 سير اتعلم بأذكى طريقة مع منصة البوابة التعليمية. سجل الآن. Certains dinosaures étaient végétariens. لاحظوا معي. Certains dinosaures étaient végétariens. بعض الديناصورات كانوا عاشبين. إذن certains dinosaures étaient végétariens. هنا هل سنقول يعني obligatoire أو ممنوعة interdite أو facultative مسموح بها. 18 هناك من كتب obligatoire هناك من كتب interdite والجواب الصحيح هو interdite هو interdite. ولماذا interdite؟ لأن لاحظوا هنا إذا تذكرتم هنا هذا سيتام جروب نومينال سوجي بلس فيرب. إذا قلنا لو جروب نومينال سوجي عندما يكون لدينا ان جروب نومينال سوجي مع الفعل لا نقوم بلا ليزون ابدا. داكوغ هذا سيت ان جروب نومينال سوجي. انتبهوا جيدا سي تري بيان هيبا لقد شرحته قالت جروب نومينال سوجي بلس فيرب ولكن جروب نومينال سوجي بلس فيرب سي انترديت انترديت وليس اوبليغاتوار فقط ربما لم تنتبهي. إذن هنا انترديت وليس اوبليغاتوار. إذن الحالة التي يكون فيها غروب نومينال سوجي بلس فيرب تكون انترديت. إذن التي تكون اوبليغاتوار قلنا هي برونو بلس فيرب أو فيرب بلس برونو ضمير مع فيرب أو فيرب مع ضمير. ولكن غروب نومينال سوجي يكون ممنوع انترديت. إذن الجملة الآن 19 il doit étudier s'il veut faire ce métier. يجب أن يدرس إذا أراد أن يعمل هذا العمل أو أن يأخذ هذه الوظيفة أو أن يكون هكذا أن يكون مثلا طبيبا أو يعني بهذا الشكل. il doit étudier s'il veut faire ce métier. يجب أن يدرس إذا أراد هذه الوظيفة. دونك أمينة 19 فاكولتاتيف. وي سي تري تري بيان سي فاكولتاتيف سي برافو أمينة. لماذا هنا فاكولتاتيف؟ بكل بساطة لأن لاحظوا ماذا قلنا عن فاكولتاتيف. فاكولتاتيف كانت فيها الحالات بسيطة جدا. إذن دائما قلنا لو فيرب دوفوار الفعل دوفوار بعد لو فيرب دوفوار يمكن ان نقوم بلا ليزون ويمكن الا نقوم بها. اذا هذا سي لو فيرب دوفوار لذلك فاكولتاتيف. فاكولتاتيف يعني مسموح اما ان نقول il doit étudier او il doit étudier. داكوغ اذا هنا يمكن ان نقول il doit étudier او il doit étudier الاثنان صحيحه. الان الجمله الاخيره vous pouvez écrire la leçon au tableau. يمكنك أن تكتب الدرس على السبورة. Vous pouvez écrire la leçon au tableau. إذن هنا هل هي obligatoire, هل هي facultative, هل هي interdite. يونس انترديت ايت اغني انترديت. الجواب خطا هي فاكولتاتيف. اتونسيون ربما لم تنتبهوا
الأخيرة فاكولتاتيف، قلنا فاكولتاتيف بعد بعض الأفعال مثل devoir و être و avoir و aller و falloir و pouvoir و vouloir. إذن هذا هو le verbe pouvoir. لذلك بعد le verbe pouvoir تكون فاكولتاتيف، إما أننا نقول vous pouvez écrire أو vous pouvez écrire. D'accord؟ فاكولتاتيف. إذن أتمنى أن يكون يعني الدرس مفيدا لكم. لا تنسوني من صالح الدعاء.